ده نادي بنك مصر. تعالوا بقى اما احكي لكم حصل ايه معايا النهارده. تمام، انا صاحيه من الساعه 6 الصبح علشان عايزه اعمل ورق التوكيل. تمام، وانا لما بروح اي مكان بدخل زي بقيه الناس، ولا في اي نوع من المعامله الخاصه، بخش باخد رقمي بقعد، وده بعمله في اي مكان له معاملة حكومية. يعني ما بحاولش حتى افكر ان انا اخد اي معاملة خاصة عشان بس الناس ما تقولش اصل انتي عشان دانا او اي حاجة من دي. انا ما بعملش ده، انا بخش باخد رقم زي بقية الناس، وبتعامل معاملة عادية جدا جدا، وما بطلبش اي اكسبشنز وما بقبلش اي اكسبشنز. تمام، النهاردة رحت بقى على الشهر العقاري اللي موجود في نادي بنك مصر. صحي من الساعة 6، نزلت على وقتي، خدت حاجتي ورقي معايا ورايح عشان اعمل التوكيل. هو بيبدأ الساعة 9، فانا وصلت هناك الساعة 8 وربع تقريبا، وقعدت لحد دخلت جوه في مكان الناس تقعد فيه لحد الساعة 9. جت الساعة 9، 9 ونص، 10، الا محدش جه اتكلم ولا حد نده لحد. قمت داخله عند ده، رحت رجعت الموظف بتاع الامن، قلت له بعد اذنك يا فندم، هو احنا لغايه دلوقتي ما ابتديناش ليه؟ قال لي اصل الموظف لسه ما جاش. طيب يا فندم، هو الموظف لسه ما جاش ليه؟ في حاجه يعني، في عنده ظرف؟ لا، هو جاي متاخر. طيب، يبقى الاستاذ قرر ان هو براحته بقى، احنا مش مشكله، احنا نقعد نستنى لحد ما يتفضل بسلامته يجي يبتدي يومه. تمام، هو المفروض النادي ده بيخدم الاعضاء وبيخدم غير الاعضاء. طبعا الكلام ده ما بيتقالكش في على المدخل، يعني انت بتكتشف ده بعد ما بتدخل جوه، انك انت الاولويه للاعضاء وبعد كده حضرتك. طبعا انا لو قالوا لي انه في اولويه للاعضاء انا كنت خدت بعضي ورحت على اي مكان تاني وعملت التوكيل، الكلام ده ما اتقالش، فانا ما اعرفش اساسا، ما اعرفش ان في حاجه اسمها اولويه للاعضاء. قعدت اول ما دخلت كان في 10 اشخاص قبلي، جي على الساعة 10 إلا 10 كده ابتدى. طبعا بعد ما نزلت واتكلمت ومش عارفة ايه، فجأة كده الموظف ظهر، بسم الله ما شاء الله، يعني مصباح علاء الدين. تمام، بقى موجود، ابتدوا يندهوا على الأسامي 5 بـ5، هما بيدخلوا 5 بـ5، وعلى حسب كلامهم أنه هما بيدخلش غير 50 شخص. ماشي يا سيدي، تمام، ولو جي عضو من الاعضاء له هو الاولويه قبلك. طبعا ده انا ما كنتش اعرفه برضو، ده كل ده انا قاعده وما اعرفش اي حاجه. تمام يا سيدي، حاضر، عيني. المهم نده على اول 5، نده على تاني 5، نده على تالت 5، على رابع 5، وانا قاعده الساعه بقت 1 وانا قاعده بستنى، مش عارفه انا بستنى ايه، ايه اللي بيحصل. قمت نازله، يا جماعه خير، في ايه؟ السيستم واقع. طب يا جماعه ما بلغتوناش ليه؟ عشان نعرف اللي وراه مصالح يروح لمصالحه واللي عايز يقعد يقعد. لا، انا بلغت. حضرتك بلغت مين؟ انا بلغت بتاع الامن اللي بره. تيجي تكلم بتاع الامن اللي بره يقول لك ما حدش قال لي اي حاجه، وانا قاعده على فكره في مكاني، ما اتحركتش من مكاني، عشان ما تقولوش ان انا مثلا ايه، رحت الحمام، رحت اشرب حاجه، رحت عملت حاجه، انا قاعده ملزوقه في الكرسي ما اتحركتش، وانا قاعده بستنى انه يجي دوري. نزلت بقى قبل ما امشي، يا فندم هو احنا متاخرين كده ليه؟ اصل السيستم كان واقع. طب يا فندم انتوا ما بلغتوش، احنا قدامنا لسه كتير، لانه الساعه بقت 1 واحنا ورانا اشغال. والله يا فندم انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. طبعا المكتب ده ما فيهوش غير موظف واحد، والموظف بيطلع يشرب سجاير بقى وياخد وقته وبراحته، ما انت السيستم كان واقع بتاع ساعه، حضرتك ما شربتش سجايرك وقهوتك ليه؟ بدل ما تيجي تشربهم من وقت الناس وتعطل البشر اللي جايه وراها مصالح. لا طبعا، احنا براحتنا خالص، نشتغل احنا بمزاجنا. دخلت عند المدير، يا فندم ايه اللي بيحصل ده؟ ما يصحش، والله مش بايدي، السيستم وقع، انا ماليش دعوه، انا واحد قاعد هنا بعمل التوكيلات وبختم، غير كده انا ماليش دعوه، انا مبلغ. فانت ما تفهمش بقى، كل واحد بقى برمي على التاني وانت يومك يضيع براحتك خالص. يا جماعه الكلام ده ما يصحش، يا جماعه قله الذوق دي ما يصحش، يا جماعه مصالح الناس مش لعبه. نص ساعه اللي حضرتك تاخرت فيها دي من وقتي، من وقتي انا، يمكن انت بالنسبه لك مش فارقه. العشر كان ده، انا كان قاعد جنبي ست عندها سكر، يعني الحمد لله ما اغمش عليها ولا تعبت، ودي جايه من الساعه 6 عشان تلحق وقتها. طب هل يعقل؟ انا ما اعرفش لو القانون كده، لانه لو القانون كده يبقى القانون لازم يتعدل، لو القانون مش كده يبقى الشخص ده لازم يتجازى، لانه ما يصحش انك انت تعطل الناس بالطريقه دي، ولازم تدي معلومه كامله. لازم حضرتك لما يجي حد
يخبط على بابك ويقول لك انا عايز اعمل توكيل، تقول له ماشي يا فندم، بس انا عايز اقول لحضرتك انه الاولويه للاعضاء بتوع النادي، وليك حريه الاختيار. عايز تقعد مع اعضاء النادي اهلا وسهلا، مش عايز تقعد مع اعضاء النادي خد بعضك وامشي وروح على مكان تاني. مكاتب الشهادات موجوده في كل مكان، انما تقعد الناس من الساعه 8 للساعه 1 6 ساعات قاعده ما بتعملش حاجه، قاعده بتستنى وهي مش فاهمه اساسا ايه اللي بيحصل. تهيالي ده استهتار ما يصحش. اتمنى انه الفيديو ده يوصل لشخص مسؤول، اتمنى انه المهزلة دي تتلغي، لان وقت الناس مش لعبة، وقت الناس مش لعبة. واللي استغربته اكتر انه عمالين بيقولوا لي والله يا فندم اصل ده ماشي في عند الكل، ده لو ماشي عند الكل دي تبقى مصيبة، يعني لو ده الاسلوب اللي بيشتغلوا فيه في الشهر العقاري دي تبقى كارثة. ما ينفعش، ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش يا فندم. الموظف يجي متأخر ما ينفعش، وما ينفعش يدخل الناس بمزاجه. طبعا خد عندك بقى نقطة أهم من ده كله، هما بيدخلوهم خمسات خمسات، بس يعلم مين الخمسات بقى، ما انت مش عارف مين اللي جاي قبلك، فهو بينده بمزاجه بقى، عايز يحطك في الآخر يركنك على جنب، عايز يدخلك في الأول يدخلك أول واحد حتى لو كنت جيت انت آخر واحد. وفهمكم كفاية كده أوفر وما يصحش، بس مش هقول أكتر من كده.